إذا تحدثنا اقتصاديا، عقوبات لم يشهدها العالم من قبل إن صح التعبير، هي عقوبات غير مسبوقة ولا مثيل لها. كيف نصف هذه العقوبات قبل الحديث عن تأثيرها سواء على روسيا أو على ارتداداتها على الغرب أيضا؟ صحيح، لم يشهد العالم من قبل من ناحية الحجم، نعم، ومن ناحية الدولة التي سلطت عليها هذه العقوبات. بل الغرب منذ ميلاد نهاية الثمانينات وميلاد نظام العالم الجديد استعمل العقوبات الاقتصادية كوسيلة لردع وللتمكين لأطروحاته، سواء كانت سياسية أو الأطروحات الحربية التي قام بها. عودنا الغرب في العراق مع إيران، أيضا مؤخرا مع الصين في حرب ترامب والإدارة الأمريكية مع الصين، على استعمال أداة العقوبات الاقتصادية من أجل طي ذراع البلد أو البلدان التي يحاول أن يرغمها على سلوك نهج معين. وما يتم تطبيقه الآن من عقوبات على سوريا من ناحية الحجم ومن ناحية الأهمية يبين مدى أهمية الصراع ما بين العالم الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة وروسيا. لأن كما كان يتكلم الأستاذ، ميلاد تؤهل إلى ميلاد نظام عالمي جديد، سواء من ناحية سياسية ثنائية قطبية أو من ناحية الاقتصادية، التي في اعتقادي لأن روسيا وحتى دول بريكس، إذا أخذنا كل العمل الذي قامت به هذه الدول في العشر سنوات الماضية، هو إعادة النظر وقول بلا للدول الغربية والمطالبة بنظام اقتصادي جديد أكثر عدالة، أقل إمبريالية وهيمنة وأقل تحكم من قبل الأسواق المالية على هذا النظام العالمي الاقتصادي.